علي الحبسي يتواصل في هذا الشوط. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل، ومنه دوما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. على بركة الله مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام، نتواصل من ميدان التحدي، من ميدان الشيحانية هنا بانطلاقات الكبار، رمود المساء والمسافة الماراثونية 8 كيلومترات. شاهدنا 4 رموز وشاهدنا التوقيت الأفضل الذي ذهب مع حظ هناك، حيث قطعت المسافة في 12 دقيقة 31 ثانية، 28 جزءا من ثانية. تهانينا لسعيد بن يابر بن عبد الله على فوز حظ ايضا بالرنج روفر وبالتوقيت الافضل. على بركة الله تعلن انطلاقة شوطنا السابع، هناك سيارة بالانتظار للفائز بالمركز الاول. اسير مباشرة الى الصدارة الى مقدمة هذا الشوط، واللي في المركز الاول الشاهينية راشد بن سعيد بالغافرية الفلاسي. من يتواجد ويقدم هذا الاسم العملاقي والخطير؟ ياتي بالغافرية ايضا من يملك هناك الشبل، احد بنوك الانتاج بدولة الامارات العربية المتحدة، ومقدما هذه الماركة في هذا المساء الرائع. المركز الثاني شواهين من وصلت على ثاني المراكز بشعار سعيد بن غدير الاكتبي، من يتواصل في ثاني المراكز النقلة مباشرة إلى المركز الثالث. الشاهينية عبد الله بن عنزان بن خاتم النعيمي يصل في هذه اللحظات، بينما المركز الرابع وصلت مغفورة، هناك سالم بن محمد بن علي بن دوحة من يقدم هذا الاسم العملاق. انتقل مباشرة هناك إلى المركز الخامس، شديدة وصلت راشد بن محمد بن راشد المنصوري، خماسية المقدمة، الخمس المراكز الأولى، ولكن 26 اسم مشارك في هذا الشوط، يبحثان عن الفوز، عن الانتصار، عن سيارة هذا الشوط، عن زعفران الثلاث المراكز الأولى. بالغافرية على الصدارة على المركز الأول يقدم انطلاقة الشاهينية راشد بن سعيد بالغافرية. من يقدم هذا الانطلاق؟ من يقدم هذا الأداء الجميل؟ بينما شواهين سعيد بن غدير بن عبيد الاكتبي وصل في هذه اللحظات وغير إلى مقدمة الشوط، هناك شعار القادم مع الشاهينية عبد الله بن عنزان بن خاتم النعيمي يصل في هذه اللحظات، ولكن شديدة وصلت شديدة أيضا في المركز الرابع، أحد الضيوف القادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة ومن المنطقة الغربية، القادم بهذا الانطلاق لياتي راشد بن محمد بن راشد المنصوري يقدم هذا الاسم، اسم شديدة. بينما المركز الخامس وصلت في هذه اللحظات على المركز الخامس، هناك مظهورة مظهورة مظهورة، هنا مظهورة إلى هذا اليوم، مظهورة إلى هذا الشوط، سالم بن محمد بن علي بن دوحة من يتواجد، ولكن أرى الأسماء، أرى الشعارات بعد الخمس المراكز الأولى. يا سلام، القادمين هناك ورافعين راية الفوز والانتصار، باحثين عن الانتصار والفوز. أعود إلى سكان المقدمة، أعود إلى الشاهينية، ما زالت هناك مسيطرة على مقدمة الشوط على المركز الأول. من يتواجد هناك؟ يا سلام، راشد بن سعيد بالغافرية هو من ينطلق على صدارة هذا الشوط، هو من ينطلق على المركز الأول. بينما المركز الثاني الشاهينية عبد الله بن عزان بن خاتم النعيمي، هناك المركز الثالث، وأرى الزعفران، الزعفران وأيضا علامة الجودة هناك متواجدة أيضا.
من يتواصل مع شوهين سعيد بن غدير بن عبيد الكتبي، يقدم هذا الاسهم، يقدم هذه الانطلاقة على المركز الثالث، المركز الرابع. وصلت شديدة في رابع المراكز راشد بن محمد بن راشد المنصوري، والمركز الخامس ما زالت مظهورة، وصلت مظهورة، ولكن تدخلات في هذه اللحظات من كيف وصلت بشعار عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري. هذا الشعار من انتزع الأشواط المفتوحة، من ذهب أيضا بالسلامات إلى الغربية من خلال بوابة العبور، من خلال تواجد الغربي والغربية، الأسماء التي تعلق بهن هذا الشعار. هكذا هي النتيجة، هكذا هي الخمس المراكز الأولى. أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى صراع الكبار. المركز الأول ما زال بالغافرية يتواجد هناك في مقدمة هذا الشوط والقادم من ميدان المرموم تحفة ميادين السباقات، ليؤكد هذا التواجد ويؤكد تواجد الشاهينية، لينطلق هناك مع هذا الشوط راشد بن سعيد بالغافرية، ينطلق مع المركز الأول. المركز الثاني صاحبة الميدان أيضا تتواصل من خلال تواجد هنا شعار الغالية، ولكن الشاهينية عبد الله بن عنزان بن خاتم النعيمي أحد خبراء هذه الرياضة، من يتواصل ويعشق المشاركة في أشواط الرموز. هناك المركز الثالث، وصلت شديدة، بدأت تظهر شديدة على المركز الثالث، تغير المراكز من مركز إلى آخر لتصل أيضا بشعار راشد بن محمد بن راشد المنصوري. المركز الرابع شواهين سعيد بن غدير بن عبيد الكتبي القادم بهذا الانطلاق الرائع، أيضا أحد الضيوف القادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة. وصلت كيف، بدأت تكيف، أم كيف مع المركز الخامس عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري. هذه هي النتيجة، هذه هي الخماسية الماسية، ما شاء الله. أعود إلى المقدمة، أعود إلى الصدارة، أعود إلى المركز الأول. الشاهينية ما زالت في صدارة هذا الشوط، وبالغافرية ما زال يقود الشاهينية هناك مع المركز الأول. من يتواصل راشد بن سعيد بالغافرية، ولكن أيضا النعيمي يقدم شاهينية أخرى، الماركة الشاهينية. عبد الله بن عنزان النعيمي من يتواصل على المركز الثاني، المركز الثالث. وصلت شديدة يا شديدة القادمة بهذه الانطلاقات الرائعة، القادمة بهذا الأداء الجميل، ليتواصل هناك راشد بن محمد بن راشد المنصوري، يقدم شديدة. هناك شواهين، هناك مجموعة من الشواهين القادمة، ما شاء الله. هناك سعيد بن غدير بن عبيد الكتبي، وهناك كيف بدأت تتدخل، بدأت تقترب من المراكز الأولى. هناك يتواجد عبد الله بن منصوري، ويقود كيف محمود بن محمد الوهيبي أحد خبراء التضمير، من يتواجد أيضا بخبرته العملاقة أيضا والكبيرة، ليأتي في هذا الشوط. ولكن العودة إلى الثنائية، العودة إلى الثنائية هنا عبر هذا النقل الحي والمباشر من قناة الريان الفضائية. الله 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 الله، غيرت الشاهينية، والنعيمي ذهب إلى المقدمة، إلى الصدارة، إلى المركز الأول. عبد الله بن عنزان بن خاتم النعيمي يأتي هنا ليقدم هذا الاسم، ليقدم هذا الشعار، لينطلق مع المركز الأول. المركز الثاني وصلت الشاهينية راشد بن سعيد بالغافرية الفلاسي، ولكن كيف بدأت كيف تنطلق من مركز إلى آخر. الله الله، عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري لينطلق مع المركز الثالث، شواهين على المركز الرابع، شواهين على المركز الرابع، لتصل أيضا بشعار سعيد بن غدير بن عبيد الكتبي. المركز الخامس وصول من شديدة أيضا قادمة بشعار راشد بن محمد بن راشد المنصوري، ما شاء الله تبارك الله. الأداء جميل، الانطلاق رائع، التنافس القوي، التحدي المثير، الأسماء القوية والعملاقة المشاركة بهذا الشوط. الرقص دائما يأتي مع الكبار، له المتعة، له الإثارة، الأداء الراقي، الإثارة الطاغية هنا أيضا 2 كيلومترات. يا سلام، بدأ الرقص مبكرا، ولكن الشاهينية على المركز الأول.
ياتي هناك ايضا عبد الله بن عزان بن خاتم النعيمي من يقدم الشاهينيه، شاهينيه بالغافريه عادت مره اخرى الى صلب المنافسه. راشد بن سعيد بالغافريه وصلت كيف؟ تدخلت كيف؟ عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري، يا سلام يا سلام الاسماء القادمه، الانطلاقات من خلال تواجد شواهين سعيد بن غدير بن عبيد الاكتبي. وصلت في هذه اللحظات، وصلت في هذه اللحظات، الله 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 الله، صعب المضمرين، مهابة مهابة، وصلت في الوقت الممتاز، وصلت مهابة كما وصل مرموق في مساء هذا اليوم، وكما أيضا سجلت مزنة أيضا إنجاز آخر مع صعب المضمرين. هكذا هي النتيجة، هكذا هي الانطلاقة. ولكن الشاهينية عبد الله بن عزام بخاتم النعيمي ما زال على صدارة هذا الشوط، ما زال على المقدمة، ما زال في المركز الأول. يا سلام يا سلام، الله 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 الله. إذن الشاهينية على صدارة، كيف المنطلقة بشعار عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري. وهنا مهابة، وصلت مهابة، وصلت مهابة، اسم تعلق مع الصعب ياتي بهذا الشعار. محمد بن سلطان بن مرخان اول ندى للظبي، علي بن حمد بن علي المقارح المري، وصلوا الكيلو متر الاخير، دخلنا اجواء هذا الكيلو، دخلنا الغلاف الجوي لهذا الكيلو متر الاخير. ما شاء الله تبارك الله، الله الله، ثلاثية المقدمة او رباعية المقدمة، بن عنزان وصل بن مقارح، وصل بن مقارح 700 متر الاخيرة. الله 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 الله، رباعية ولا اروع. ارصد هذا، ارصد هذا الكم، ارصد هذا التحدي، ارصد هذه الانطلاقة. المركز الاول، المركز الاول الشاهينية، تحركات من كيف، انطلقت كيف من الجانب الاخر، من الزاوية الصعبة، عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري. وهنا ايضا الله يا الشاهينية، هناك الظبي، وهناك ايضا مهابة محمد بن سلطان بن مرهان. ولكن اعود الى الصدارة، الى المقدمة، الى المركز الاول. الله الله الله، يا كيف كيف على المركز الاول عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري القادمة، مهابة مهابة، وكيف والشاهينية خط النهاية، الامتار المجنونة. اضرب بلالي، اضرب روح مع الصدارة، مع المركز الاول، مهابة مهابة مهابة، غيرت الصدارة. صعب المضمرين ينطلق الى المركز الاول ليؤكد تواجد مرموق وتواجد مزنة وتواجد مهابة. تهانينا، سلام مرغم، سلام يا مرغم على هذا الفوز والانتصار. اذا المركز الثاني كيف؟ هناك عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري، المركز الثالث وصل الشاهينية عبد الله بن عنزان النعيم، المركز الرابع شواهين سعيد بن غدير بن عبيد الكتبي، المركز الخامس الظبي علي بن حمد بن علي بن مقارح. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. إذن تهانينا والناموس لمحمد بن سلطان بن مرخان أحد أبطال مرغم، من يتواجد، والتوقيت الزمني 12 دقيقة 37 ثانية 20 جزءا من الثانية. لله درك يا الصعب. تهانينا والناموس المركز الثاني، قدمت عرض رائع تشكر عليه. 12 دقيقة 37 ثانية 48 جزءا من الثانية، عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري من قدم كيف. بينما المركز الثالث وصلت الشاهينية هنا بأداء رائع وجميل ومنافسة منذ البداية، 12 دقيقة 37 ثانية 58 جزءا من الثانية. تهانينا لعبد الله بن عنزان بخاتم النعيمي على هذا الفوز.